إدارة نادي جلطة سراي التركي تزف أسعد خبر للمغربي أسطورة المغرب مايسترو المغرب حكيم زياش بعد تألقه الكبير مع النادي خلال الفترة الماضية. ولكن قبل الدخول في التفاصيل، لو كنت من عشاق ومحبي النجوم المغاربة والمنتخب المغربي، أتمنى تدعمني وتشرفني بلايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديدنا خلال الفترة القادمة. ويلا بينا. العديد من المصادر والصحف التركية الموثقة والكبرى أكدت بأن نادي جلاتاسراي معجب جدا بالمردود الذي يقدمه النجم المغربي حكيم زياش منذ بداية الموسم. وأكدت عدة صحف تركية أخرى كبرى بأن إدارة نادي جلاتاسراي ستبدأ خلال الساعات القليلة القادمة في محادثات مع نظيرتها تشيلسي من أجل شراء عقد النجم المغربي حكيم زياش كاملا بعد نهاية الموسم المعار إليه في النادي التركي. حكيم زياش لفت الأنظار في تركيا وينال إشادة الصحف التركية مستويات عظيمة من حيث الأهداف وصناعة الأهداف والمراوغات والسحر داخل أرض الملعب. عن كل هذا نتحدث عن حكيم زياش يا سادة يا كرام. من جانبها إدارة تشيلسي بعد المستوى العظيم الذي يقدمه النجم المغربي زياش لن تتخلى بسهولة عن نجمها المغربي، وإن تخلت سيكون بمبلغ كبير جدا 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 مع نهاية الموسم الحالي. كل التوفيق يا زياش، كل التوفيق يا مايسترو يا قائد المغرب، إن شاء الله تتوج مجهوداتك العظيمة مع جلاتاسراي بالفوز بالدوري التركي لهذا الموسم، وتتوج مجهوداتك العظيمة مع المنتخب المغربي بالفوز بكأس الأمم الإفريقية شهر يناير القادم. قولوا يا رب.